طيب لكن هو أصلا إذا في معركة وفي قوة سياسية لديها تأثير في هذه المعركة، فقطع الشك هذه الكروت تقودها إلى أن تمضي إلى هذا الجانب وتكون ويكون لديها أجندة ونحو ذلك. يعني ما الغريب في هذا التأثير يعني؟ عندما نقول لديها تأثير يعني هو التأثير ده شنو؟ تأثير شعبي؟ الميليشيات التي تحتل بيوت الناس تحتل تقصد حميتي يعني. لديها تقصد حميتي ولا القوى السياسية؟ القوى السياسية الحليفة مع حميتي هذه لديها فعل عسكري على الأرض يؤهلها لأن تكون جزء من أي عملية تفاوضية بخلاف الآخرين. يعني هي ما طارحة كده، هي طارحة نفسها عندها شعار لا للحرب، هي طارحة نفسها وسيط، هي طارحة نفسها تريد أن تلملم جراحات السودانيين. ما نحن هنقول لها كلام هي ما قالته عن نفسها، هي قالت لا للحرب، هي قالت أنها ما مع واحد من الطرفين، لكن عمليا ده ما كلام النظري، لكن عمليا هي متبنية طروحة التمرد ودعم له وما شافه، وده ما غريب لأنه نحن قلنا في بال كده كفيل واحد يعني، فما في إشكال. سؤال المهم سؤالي الآن مرة ثانية، جددي ماشي تعيد لنا الإنتاج الإيجاد الفشلت من جديد، ده تلبس إنتاج الإيجاد ده أنا لبسه ثاني من جد ندخله هنا ولا حتظل بالأجندة بتاعتها؟ سؤالي الثاني جددي ناشين نقول شنو ثاني؟ ونحن عندنا جدة واحد وجدة اثنين، يعني عشان نمشي نقول الثاني نتفاوض على شنو؟ عندنا جدة واحد وجدة اثنين ما تم تنفيذه. البداية في تقديري هو نحن نفهم انت ماشي جدة، اذا صح انك ماشي جدة، انت ماشي جدة بيعتو اجندة ماشي تعمل شنو؟ مع اصل نحن في النهاية بنكتشف الحياة دي بالصدفة كده، من حد يطلع العرب ده لينورونا يعني، ما في زول بينورنا يعني كرأي عام سوداني. من عارف انك كنت قاعد في البحرين، انت شغال بتحت مع مسار، ما عارف شغال مع منو بتحت، ده كله جو بتاع عدم شفافية في شان يخص كل سوداني، ما شان بيخص الفريق والبرهان، ده ما شان عسكري، دي ما سرار عسكري، الأسرار العسكرية هناك مكان في القيادة العامة. نحن نتكلم عن الفعل السياسي، والفعل السياسي يا أخ ناجي ما ببني على رؤية، بيكون خبط عشواء، بيكون فعل مصدره الفهلة ومصدره التقديرات الذاتية أحيانا، خليط بتاع نقاشات عامة، مصلحة ملتبسة هنا وهناك، يعني ما في رأس مال معرفي وثقافي يسند رؤية ما أنت تقدر تستطمئن تقول والله الرؤية دي منطلقة من منطلقات وطنية. والشاهد على ذلك أنه نحن رحلة التيه بتاعت الأربع سنوات دي كلها كانت الأجندة فيها خارجية، وحتى هذه اللحظة اللي نتكلم فيها ما زال الخارج هو صاحب اليد العليا في تقرير مصيرنا. نقعد بيتين ونطلع بيتين، نطلع من الأفارقة نجي جارعين للعرب، نطلع من العرب نجري على الأوروبية. نحن في رحلة بتاعة تيه، القرار لم يعد قرارا سودانيا منذ مجيء الفريق أول البرهان، منذ التغيير الذي تم بعد مجيء الرئيس، بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، الخارج هو من يتحكم في مفاصل المشهد السوداني بسفرائه. أليس هذا أمر طبيعي أستاذ الطاهر؟ حينما القوى الوطنية السودانية كلها بكل القوى السياسية وتبدأ من الحزب الشيوعي وانتهاء بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والشعبي، كل هذا الفعل السياسي الوطني الآن هو في ثبات عميق ربما، لذلك الطبيعة لا تقبل الفراق، فهذا ما يجعل هذه المطامع الإقليمية والدولية تنتج أفكار، لأن هنالك عقم في الفكر الوطني، واضح هذا الأمر. لا توجد إلى الآن مبادرة وطنية في هذا الجانب، يعني مبادرة وطنية. طيب إذا عندك مبادرة وطنية، في مبادرات وطنية، كيف ما كان في مبادرات وطنية؟ المشهد ده كله لغير ذاكرته يعني، لكن خليني كده خلينا نفترض يعني أنا أكلمك ب خلينا نفترض إنه كلامك ده صحيح، أنه كل هؤلاء ناموا على العسل يعني، ما قدموا مبادرات. السيد الفريق أول البرهان هو رئيس مجلس السيادة الانتقالي، السيادة، رجل جنرال في المؤسسة العسكرية التليدة صاحبة التاريخ الكبير، أول ABC هو موضوع الأمن الوطني، هو موضوع السيادة، إنه البلد بيحكمها هلا وقرار عندها، ما قرار عند الخليج ولا عند الأوروبي ولا عند السفراء، خليك من الآخرين. صاحب الفعل السياسي الرئيس الآن اللي بيوقع باسم القوات المسلحة
هو السيد رئيس مجلس السيادة، وبالتالي المطالبة الأولى له أنه لا يسمح بمثل هذه التجاوزات في حق السيادة الوطنية اللي هو الآن مسؤول عنها بحكم رئاسته بحكم القائد العام للجيش وحكم رئاسته لمجلس السيادة. قوة سياسية الثانية هي ذات ما مختلفة، في جزء مصطف ضد الجيش باعتبار أن الجيش ده ضد الديمقراطية، ما قادر يعاين في الأزمة دي إلا موضوع حكمه أنه يرجع للحكم ويبقى جزء من الديمقراطية، وفي صف ما شايف في الجيش ده ويعني غير الحماية للبلد وظهر البلد وكده وكده، وصامت على حتى تجاوزات القيادة بتاعته باعتبار أن هذه ما قضية رئيسية. فالمشهد نفسه حيال الفاعل الرئيسي متأثر، في زول بيجي بعديه، في زول رافضه وبيفتكر أنه دي هو الجهة المفروض تصنع القرار السياسي. القوة الأكثر تحركا بحكم أنها وكيل للخارج هي قوة الحرية والتغيير، المجموعة، مش المجموعة الكبيرة اللي كانت يوم 11 أبريل، لا، المجموعة الثانية، ما هي اتقسمت، بقت مجموعة اتقسمت قسمة أولى واتقسمت قسمة ثانية، يعني المجموعة الصغيرة اللي بتتحرك الآن وفيها الدكتور عبد الحمدوك ده الوكلاء للخارج، ده الوكلاء الأجنبي، ولذلك عندهم قيمة عند الجماعة الحكام بتاعنا ديل، قيمتهم مش نابعة من ذاتهم، ما عندهم شعبية، ما عندهم رأس مال يعني شعبي يقدر يخلون هم، يعني أنت لو سألتك طه عثمان ولا ياسر عرمان ولا كل المجموعات المتحركة ولا عبد الله حمدوك ولا بابكر فيصل ولا ديل في ميزان الله، في الميزان الوطني، ميزان الشعبي ده رأس مالهم وين؟ يعني رأس مالهم شنو بيأهلهم أنه بدون انتخابات بدون تفويض يكونوا بيقرروا في مستقبلنا؟ يعني ما هم بس لأنه بيستمدوا القصة دي من أنه صاحب السلطة بيوقع معاهم هو الفريق والبرهان باسم الجيش، لكن هم كده ببراهم كده ما عندهم قيمة. قيمتهم شنو؟ قيمتهم بيستمدوا أنه في بندقية القوات المسلحة هي حامية لهذا المشهد. وأنا كنت بقول وقلت الكلام ده أكثر من مرة، أنا كنت مندهش وما زلت مندهش، ما الذي يدفع فريق أول البرهان ليكون باسم الجيش، باسم قيادة القوات، باسم الجيش السوداني أنه يوقع اتفاقيات سياسية مع قوة مشروع الرئيس ضد الجيش نفسه، مشروع دي القوة اللي أنتجت خطاب معلش ما عندنا جيش، ودي القوة اللي طلعت في الجيش كل الخطابات العدائية ونشرتها بين الشباب. فكيف أنت بتتحالف مع هذه القوى وتعطيها؟ وهي لا أنت لا هم، الاثنين لا أنت لا هم، ما عندكم شرعية تقعدكم غير شرعية الانتقال. الشرعية بتاعت الانتقال خاصة بالجيش باعتبار أنه مفروض يجيب تكنوقراط يهيئ المشهد للانتخابات، نعم. بعد ما الجماعة يبقوا يجيبوا الانتخابات وينالوا أصوات الشعب السوداني يقعدوا يعملوا الدار يعملوا، إذا الشعب السوداني فوضهم حلال عليهم، لكن الآن ناس ما عندهم أي شيء غير أنهم وكلاء للخارج بيجتمعوا معاك بالليل وبالنهار وإنت تحرسهم وتحميهم زي ما قال حميتي، قال لهم العبارة الشهيرة بتاعت حميتي، قال لهم أنتم بيعرفكم منه؟ أنتم قيمتكم شنو ذاته؟ أنتم وزنكم شنو؟ لو ما نحن ديل عملتونا غفرة صحيح، يعني هم ما رفضوا دور الغفار بحيث أنه يخطوهم لأنه ديل بيشكلوا امتداد للخارج.